رقم تي في. ما زال العالم التقني يترقب عائلة هواتف هواوي الجديدة P50 التي تأخر الإعلان عنها عن الموعد السنوي. آخر التسريبات أوضحت بعض الصور لتصميم الهاتف. الهاتف سيأتي بثلاث نسخ كما تعودنا في السنوات الأخيرة: P50 عادي و P50 Pro و P50 Pro Plus. يظهر هاتف P50 العادي من الأمام بتصميم مشابه لهواتف سامسونج الأخيرة، حواف نحيفة مع ثقب صغير أعلى منتصف الشاشة. من الخلف جاء الاختلاف الأكبر عن إصدار الجيل الثاني P40، حيث تظهر وحدة الكاميرات بشكل بيضاوي كبير بداخلها دائرتان، كل دائرة تحتوي عدستين، وبين الدائرتين يوجد الفلاش على الجهة اليمنى. كما ظهرت تسريبات حديثة لنسخة P50 Pro Plus تظهر ظهر الهاتف وهو يحتوي 5 عدسات بشكل مبتكر. الهواتف ستستخدم مستشعر الصور IMX800 من سوني، الذي يفترض أن يكون أكبر مستشعر عدسات على الإطلاق للهواتف الذكية بحجم 1 إنش تقريبا. هناك أيضا تكهنات بأن P50 Pro و P50 Pro Plus سيقدمان عدسة سائلة مشابهة لتلك الموجودة في هاتف شاومي مي ماكس فولد القابل للطي. الشاشة ستكون من نوع OLED بحجم 6.3 إنش في النسخة العادية و 6.7 إنش في النسختين Pro و Pro Plus، وستدعم سرعة تحديث عالية 120 هرتز على الأقل في نسخة Pro Plus، في حين من المحتمل أن تأتي النسخة العادية بسرعة تحديث أقل. وكما نشاهد في صورة تسريبات واجهة الهاتف، يظهر في الأسفل اسم هارموني OS، وهو ما يدعم احتمالية قدوم الهاتف بنظام هواوي الجديد، حيث تسعى الشركة منذ فترة لتحويل هواتفها لنظامها الخاص بعد الحظر الأمريكي. الهواتف الثلاثة ستحمل معالج هواوي الأحدث كرين 9000 المصنع بتكنولوجيا 5 نانومتر، ورغم التقارير التي أشارت إلى أن الشركة ستتوقف عن استخدام معالجات كرين مع نهاية 2020، لكن تبين أن هواوي خزنت كمية كافية من المعالجات لهواتفها القادمة. ستدعم الهواتف ساعة رام قد تصل إلى 16 جيجا بايت مع مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، ولم يتم تسريب معلومات عن سعة البطارية وقدرات الشحن سوى لنسخة برو بلس، والتي نتوقع أن تحمل بطارية بحجم 4800 ميلي أمبير. من المتوقع إطلاق سلسلة هواوي P50 في هواتفها الثلاثة مع بداية الصيف، وتحديدا في شهر يونيو المقبل.